وفي رده على سؤال حول حظر تطبيق تيك توك الذي يدخل شهره الثامن، أكد الخصاون استمرار الحوار مع القيمين على هذه المنصة وصولا إلى استجابتهم لمطالب الأردن بمعايير نشر واضحة. عندك تعليق عليه؟ الخطة المستقبلية لا ببشرك، كله من دل على هذا الفي بي ان، فلا تردش على هذا البي بي. طيب التيك توك بمنتهى البساطة، القضية قضية محتوى، القضية قضية محتوى مسؤول، وهذا المحتوى المسؤول المنسجم مع ضرورة القانون، بيقول ضرورة أن يكون له أما مكتب إقليمي أو مكتب في المملكة الأردنية الهاشمية، لم يتم الاستجابة إليه حتى الآن. كويس. إلى أن تتم الاستجابة في الحوار القائم مع القائمين عليه بهذا الأمر الضروري، واللي بنسجم مع أفضل متطلبات الأنظمة القانونية العصرية، اللي بيوصل إلى هذه لما بيوصل لهذه الأرضية ولهذه المرحلة لكل حادث حديث.